تعال تعال اتفضل يا حاج اتفضل. نورت والله. انت سرق من دي يا حاج؟ نعم. اتفضل يا حاج. انت سرق ايه؟ انت بس نصيبه. انت ايه ده؟ هم قافل الباب ليه؟ فكرك مش عايزيننا؟ تقريبا كده. تقريبا كده. انا فاهم من ورا يا عم. اتفضل اتفضل يا حاج. ايه رايك بقى زي ما اتفقت معاك وقلت لك؟ حلو صح؟ الله ينور. بس انت اتاخرت ليه؟ قعدت ساعه في الطريق ده، انا كنت مستنيك هنا بقى نص ساعه. لا يا حاج اتاخرت ايه ده، انا كنت جاي بسرعه تلاقيك انت بس اللي ما كنتش بتجري ولا حاجه. مش بجري يا حاج، كنت على فكره كنت جاي على مهل اصلا، ما كنتش بجري زي ما انت بتقول. غير كده انا واصل قبليك بنص ساعه، لكن انت اللي كنت زي او انت ما تعرفش تجري يا حاج بالعربيه. ما اعرفش اجري يا حاج، انا لو كنت جنبك كان زماني بقفل ملفات. قفل ملفات بالعربيه اللي معاك دي؟ اه بقفل ملفات. حاج ما تعصبنيش، انا لو جيت لك سباق انا وانت عيلنا. استنى بس استنى بس، بقول لك ايه، تيجي نشوف يا حاج؟ ما انا لو جيت لك سباق هبقى بظلمك وبظلم نفسي بالعربيه اللي معاك دي. صل على النبي. لا يا حاج انا مصمم. ايه يا حاج اللي ايه ده؟ يا حاج خلاص يا حاج انا واحد اثنين ثلاث. بقول لك ايه، انا مش مستريح لليوم ده ولا انا والله. بص اقول لك ايه، سواء ده كسب ده كسب، اليوم ده مش هيعدي النهارده. دلوقتي يا بابا يلا. ولا ابوك هيقلب ابويا يا عم. انا مالي؟ سكت له. لا يا بابا سكت له. لا اديله من ورا. Several months later. اللفه الخامسه ما تخطرش يا حق. اه تعال شوف صار. طيب ماشي يا حق. ماشي يا حبيبي. بيلي يا ابن الخمام. آه يا ابن اللعيبه يا بابا. بص بص ابن اللعيبه، ابوك برضه عارف يلعبها صح؟ شيء دي دبانه دبانه راحت فين الدبانه؟ لو النبي دبانه عليا انا. يلا دبانه من بره. ايش ايوه يا حاج اديله في وشه. اديله في وشه يا حاج. اديله هو اديله حاجه في وشه يا حاج. يا ايوه زنق عليه زنق عليه. ماشي يا حاج. ماما انا اوريك زي ما بر بنزين قال سهم على الطريق راسي زي التريلا. اشتكي يا نهار اسود. ابوك بيضرب ابوه بالحزام. يا يا عم كتف قانوني فيها ايه؟ كتف قانوني ايه؟ وانا بلعب كره قدم. تعال تعال بسرعه يا تخبطنا. خلاص بس يا ايه عم انت هتخبطنا. لا في ناس جديده دخلت معانا السباق. ايوه بصراحه انا مش انا تعبت خلاص. ليه بس تعبت؟ احنا لسه بادئين من شويه. لا بجد يا حاج خلاص بجد انا فرحت. بص على هي اخر جوله دي واللي يكسب يبقى هو الفايز. تمام تمام يا حاج يلا بينا. استنى بس مستعجل ايه؟ قبل بس ما اتحرك والنبي
شوف زيت ميه في اي حته كده ولا مكان التراك ما بدانا عشان مش هقدر اتحرك من غير لما اشرب. معلش ايه يا حاج شغل العيال الصغيره ده؟ ماشي يا حاج تكون ساعه. ايوه اي حاجه خالص. يلا يلا يا حاج اربط حزام الامان عشان تخلي بالك بس من نفسك. يلا حاج من اولها اخر لفه. يلا 3 2 1 اتصل يا بس يا حاج سيبني انا مش عارف ازاي العربيه وقفت قدام الخط بالظبط قدام الخط كده. بس يا حاج على فكره انا عارف العربيه وقفت ازاي. ازاي شايف كده اللي عنده ليه يا حاج؟ مالهم؟ لما انت كنت رحت تجيب ميه فاكر هم تقريبا نزلوا الساحه وراحوا عملوا حاجه في العربيه بتاعتك فباظت بقى. انا جاي اضرب معاك. يلا هم جايين علينا ليه؟ مش عارف.